الحوت الأزرق. أثقل حوت أزرق تم رصده كان يزن 190 طن، أي بوزن 100 سيارة من نوع فورد فيكتوريا، وطوله يصل إلى 33 مترا، أي بطول مبنى مكون من 10 أدوار. قلب الحوت هائل الحجم، حيث يزن كسيارة صغيرة، وبإمكان الشخص أن يزحف داخل الأوعية وينبض 6 إلى 8 مرات في الدقيقة. الحوت الأزرق ينتمي لمجموعة الحوتيات، وتشمل 89 فصيلة مختلفة، وهم من الثدييات، بمعنى أنهم يلدون صغارهم ويرضعون صغارهم بالحليب، وهم من ذوات الدم الحار ويملكون شعرا قبل أن يلدوا.